بلادنا قطعة أشواط جد مهمة فيما يخص تدبير الموارد الطبيعية وخصوصا الموارد المائية، واللي في نفس الوقت عطات الحلول الإنسانية. بعد غياب ديال 3 سنوات كيعود الملتقى والمعرض الدولي للفلاحة بمكناس في النسخة ديالو 15، وهذا الملتقى اللي غادي نضمه إن شاء الله من 2 حتى 7 ماي المقبل تحت عنوان الجيل الأخضر، أساس لاستدامة السيادة الغذائية الوطنية. فهو ملتقى عالمي واللي كيهيكل لاجندا الفلاحيه على الصعيد يعني الوطني، ومناسبه ل يعني النقاش وللاطلاع على المستجدات ديال يعني البحث وديال المخرجات النتائج ديال الابتكار في القطاع الزراعي والفلاحي بصفه عامه. هو مناسبه كذلك بالنسبه للفاعلين لعرض المنتوجات ديالهم، وخصوصا التعاونيات والمنتجين ديال المنتوجات المجاليه عندنا في البلاد اللي كيكونوا اكثر من 400 يعني تعاونيه، وكنتسناو اكثر من 800,000 زائر، وكذلك 200,400 ولا 1,500 عارض يعني على الصعيد يعني الإجمالي، واللي فيها مغاربة فيها عارضين يعني أجانب. وغادي تكون عندنا أنشطة موازية، وخصوصا التنظيم ديال المناظرة الفلاحة اللي غادي تعود حتى هي من بعد هاد الغياب ديال 3 سنوات، وغادي تكون على نفس الموضوع وتجمع خبراء وفاعلين ومختصين في الميدان الغذائي وفي الميدان الفلاحي، وغادي يكون نقاش حول المعادلة كيفاش يمكننا في هاد التغيرات المناخية واللي هي جد صعبة لأن هي مطولة، وغادي نوصلوا باش يعني ننتجوا أكثر بأقل ما يمكن من استعمال ديال الموارد وخصوصا الموارد المائية، لأن هذا هو التحدي اللي عندنا في المستقبل. وهذا الشيء راه غادي يجيب استعمال التكنولوجيات المواتية واستعمال الأنظمة الفلاحية والإنتاج ديال الأصناف اللي متأقلمة، وغادي يجي كذلك بفضل يعني الدعم والتنمية البشرية، لأن هذا هو خصنا الفلاح ديال الغد اللي غادي يتأقلم مع هذا الشيء، خصنا الإمكانيات وخصنا التنمية ديالو ونوضعوه في قلب المعادلة ديال التدخل ديالو. كان الإلغاء ديال الدورة 15 هو اللي عطى واحد الإشارة قوية للمغاربة بأن يعني الوباء سيكون يعني في واحد خطير بالنسبه للجميع. وحنا جد سعداء اليوم في خلال هذا التهيئ باش كنلاحظوا واحد الاهتمام جد مهم بالنسبه للعارضين، بالنسبه للممولين، وبالنسبه للشركاء كلهم ديال الملتقى الدولي، حيث كنتمناو باش هذا العام يعني راهنين على ارقام اللي غتزيد بالنسبه للملتقى، الملتقى المغربي، ملتقى افريقي، ملتقى دولي، باش يحطم ارقام جد مهمه واهم من الدورات السابقه.